يكثف رئيس الجمهورية زياراته إلى الدول المحيطة بالعراق من جهته الأربع، فضلاً عن الدول العربية والإقليمية، في محاولة لتعزيز العلاقات وإيصال رسالة بأن العراق منفتح على الجميع. زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى قطر تأتي مكملة لزيارات سابقة. يقول المتحدث باسم الرئاسة إنها تمت بتنسيق عال مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتبحث الملفات الداخلية والإقليمية والعربية. تبحث الزيارة أيضاً إعادة الإعمار والمساهمة العربية في تأهيل المدن المحررة، إضافة إلى المشاركة في مشاريع الاستثمار، والتي أصبحت بحسب بيان رئاسي سوقاً مفتوحاً أمام جميع الدول لتطوير الاقتصاد. أما التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب لم يغيبا عن أجندة صالح خلال زيارته إلى الدوحة، حيث يعمل مع المسؤولين القطريين على تجاوز تداعيات الإرهاب عبر البناء والإعمار والانطلاق نحو تنمية سريعة. ويعرض رئيس الجمهورية على القطريين عقد حوار عربي إقليمي شامل لإنهاء النزاعات والصراعات وجهود العمل السلمي المشترك لتجاوز جميع الخلافات. الاقتصاد والتجارة وما يشملانه من نقل بحري وجوي وبري ملفات سيناقشها صالح، فضلاً عن استثمار الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتمتع به العراق في ربط دول الخليج بأوروبا والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.